الكرام متابعينا الأفاضل، ها هي انطلاقاتنا مستمرة أرضية هذا الميدان وانطلاقة شوطنا هنا السابع عشر في مجموع الأشواط، وشوطنا السابع عشر الخاص بانطلاقة وتحديات الإذاعة البكار المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل في أشواط الإنتاج والمنتجين. نسير معكم بهذه الانطلاقة، نسير معكم بهذه التحديات هنا في شوطنا السابع عشر الذي انطلق منذ لحظات في تحديات هنا لأبناء القبائل. نسير معكم بهذه الانطلاقة، نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول هنا، ومن تفتتح الصدارة وتفتتح الإذاعة في مسيرة الستة كيلومترات هنا المسافة المعتمدة رسميا لسن الإذاعة. نتابع الصدارة والمسك، المسك المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول العتيق بن عبيد بن حارب الرميثي، هي من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني، المركز الثاني تأتينا سلطة مظفر بن محمد بن خموشة العامري من يقدمها على ثاني المراكز هنا. المركز الثالث، المركز الثالث سرابة محمد بن سلطان بن ميثان القمزي من تأتينا على المركز الثالث، والمركز الرابع شعار بن هادوم مع انذار محمد بن عبد الله بن عيد بن هادوم الاكتبي من تأتينا على المركز هنا الثالث، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع والمنطلقة من الجانب الآخر خامس مراكزنا تأتينا هنا الظبي محمد بن سعيد بن محمد بن غفين النعيمي يقدمها على المركز الخامس. سادس مراكزنا والمنطلقة حضور محمد بن عتيق بن سيف بن حاضر العميمي، والقادمة هنا بلابل عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي هنا الشناصي يقدمها. هذه الانطلاقات والتحديات، الوثبة القادمة بهذا الانطلاق لسالم بن حمد بن دري الفلاحي يقدم لنا الوثبة بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هنا نتابع مشاهدينا الكرام تاسع مراكزنا، ثقة لعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان الاقتبي، والقادمة القادمة على عاشر مراكزنا هنا مزعلة سالم بن عبيد بن طماش المنصوري يقدمها على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى بهذه الانطلاقات والتحديات. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى العملاق العينوي الذي انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يقدم لنا سلطة على الصدارة وعلى المقدمة مظفر بن محمد بن خموشة العامري يقدمها على الصدارة وعلى المركز الأول. المسك في المركز الثاني عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي هنا أبو عبد الله يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل مع المسك. هنا الوصول القادمة سرابة محمد بن سلطان بن ميثان القمزي من تأتي ثالثا، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع هنا الظبي محمد بن سعيد بن محمد بن غفينة النعيمي يأتينا على المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس انذار محمد بن عبد الله بن عيد بن هادوم الاقتبي منطلقة هنا بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي. سادس مراكزنا القادمة حضور محمد بن عتيق بن سيف بن حاضر العميمي تأتينا على سادس المراكز، والمركز السابع، المركز السابع هنا تأتينا بلابل عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي يلا يا الشناصي هنا يقدم لنا انطلاقة بلابل بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل. وصلت ثقة محمد بن سلطان هنا عبيد بن
بن محمد بن سلطان بن برخان لقتبي وارى شعارب وسلطان سياده قادمه هنا لحارب بن مغير العميمي يقدمها للانطلاق الوثبه. سالم بن حمد بن دري الفلاحي ايضا قادمه هنا في عاشر مراكزنا، هذه الاسماء العشره الاولى المنطلقه بالتحديات باحثات عن الفوز وعن الناموس في مجريات شوطنا السابع عشر لاشواط الانتاج والمنتجين اخر اشواط المحليات. هنا البكار نعود الى الصداره الى سلطه على مقدمه هذا الشوط وعلى راس الحربه سلطه مظفر بن محمد بن خموشه العامري من يقدمها على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول تسيطر على زمام الامور وعلى الصداره، بينما المركز الثاني تاتينا سرابه محمد بن سلطان بن بيثان اللقمزي وهنا المسك عتيق بن عبيد بن حارب الرميفي تاتي على ثالثي المراكز والمركز الرابع المركز الرابع والقادمه هنا تاتينا الظبي محمد بن سعيد بن محمد بن غفينه النعيمي على المركز الرابع المركز الخامس تاتينا سياده حارب بن مغير بن سالم العميمي من يقدم لنا سياده هنا خماسيه ما شاء الله تنطلق بهذا التحدي الرائع الجميل هنا نتابع الوصول والقادمه هناك بلابل عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي ثقة تأتينا ثقة 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 سابعا هنا منطلقة بهذا التحدي الجميل لعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي والوثبة لسالم بن حمد بن دري الفلاحي يقدمها أيضا بهذه الانطلاقات والتحديات هنا القادمة بأول ندى أول ندى ارهوى 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 هنا مع أبو عمر عبد الله بن مطر بن حاذر لقتبي بأول ندى مع شاعرنا للانطلاق الجميل الله الله شوط مليء هنا بالانطلاقات انذار محمد بن عبد الله بن عيد بن هادوم قادمة الكيلومتر الاخير يا راعي صوغة الكيلومتر الاخير غادرناه مع سلطة المسيطرة على زمام الامور وعلى الصدارة وعلى المقدمة مظفر بن محمد بن خموشة العامري من يقدمها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول ثقة القادمة ثقة قادمة لعبيد بن سلطان بن مرخان نكتبي على ثاني المراكز والمركز الثالث هنا سيادة حارب بن مغير بن سالم العميمي الوثبة تأتينا لسالم بن حمد بن دري الفلوحي ولكن هنا الصدارة وأرى اسم جديد يصل هنا صفوة صالح بن علي بن صالح العميري ولكن المقدمة والمركز الأول سلطة 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 على الصدارة سلطة على المقدمة على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور وثقة قادمة ثقة قادمة الله المعركة المعركة بين شعارين عملاقين هنا بالانطلاق هنا والتحديات هنا تأتينا الله سلطة وثقة سلطة وثقة مرغم المسعودي ثقة الله الله التحديات الأخيرة في هذا الانطلاق هنا سلطة لا زالت على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وثقة تحاول ثقة تحاول ثقة تحاول ثقة 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 تنتزع الفوز وناموس تهانينا تهانينا العبيد بن سلطان بن رشيد عبيد بن سلطان بن برخان عفوا على هذا الفوز المميز الجميل سلطة من أتت في المركز الثاني لمظفر محمد مخموشة المركز الثالث نشرة سيل بن سالم بن سيل الخيري الوثبة من حلت على المركز الرابع سالم بن حمد بن دري الفلاح المركز الخامس صفوة صالح بن علي بن صالح الحميري من أتتنا على خامس المراكز نعود مع شعار بن مرخان والنقطة السادسة في صباح هذا اليوم تهانينا لعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان نكتبي على فوز ثقة بالمركز الأول أشواط الإنتاج والمنتجين قاطعة المسافة هنا بتسع دقائق 18 ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية والتهنية كذلك للصعب على هذا الفوز المميز الجميل المركز الثاني سلطة وقدمت عرض يشكر عليه تهانينا للعملاق العيناوي هنا مظفر بن محمد بن خموشة العامري وسجل التوقيت زمني مقداره 9 دقائق هنا أيضا 19 ثانية بالوفاء والتمام والكمال بينما ثالث مراكزنا كانت الانطلاقات من نشرة من أتتنا وفاجأتنا في الأمتار الأخيرة وانتزعت المركز
الثالث لسهيل بن سالم بسهيل الخيلي قاطع المسافة في 9 دقائق 24 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.